أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مع الحلقة التاسعة عشرة من سلسلة أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام ونكمل حديثنا عن قوم لوط طبعا تكلمنا عن العذاب الذي سينزل سنأخذ عنوان فرعي وهو محاولة تحديد ديار قوم لوط وماذا سيجري لهم وفق النصوص الدينية ووفق البحوث العلمية اليوم التي اجريت على الاثار الباقيه في تلك المنطقه وبالتالي نحاول ان نصل الى تصور في مجالين، مجال اللي يهمنا موقع ديار قوم لوط، من كانوا هم وكيف لوط يكون اخوهم او لوط عليه السلام هم قومه والامر الاخر هو نوعيه هذا العذاب الذي نزل بهم واهلكهم. طبعا القران الكريم لم يذكر اسم ديار قوم النبي لوط. ولا حدد لنا الموقع الجغرافي ولا بين لنا كيف انهم قومه. عندما نذهب الى قصص انبياء اخرين نجد في سوره الاعراف مثلا ان الله سبحانه وتعالى يقول ان عادا هم قوم النبي هود لهم اسم عاد والى عاد اخاهم هودا قال يا قومي وين مكانهم؟ في سوره الاحقاف يقول ان ديارهم بالاحقاف واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ثمود مثلا يذكر القران الكريم انهم قوم صالح عليه السلام والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم وديارهم على ما قيل هي الحجر المذكوره في الايه التاليه ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين كما يذكر القران الكريم ان مدين هي ديار النبي شعيب عليه السلام والى مدينه اخاهم شعيبا قال يا قوم الى اخره الان يبرز السؤال هذه مسميات وردت لاقوام او ديار بعض الانبياء فماذا عن النبي لوط عليه السلام اين ديار قوم لوط ومن هم قومه طبعا باعتبار ان هناك يعني شبه اتفاق ان لم يكن اتفاقا تاما بان المنطقه اللي نتكلم عنها هي عند البحر الميت بالتالي سنركز الاضواء على هذه المنطقه وندرس هذا الامر ونرى هل هذا صحيح ام خاطئ عرف البحر الميت باسم بحيرة لوط فهل جاءت هذه التسمية بلحاظ ان قوم النبي لوط سكنوا في موقع البحيرة؟ يعني نفس البحيرة تحتها مكانها كانت المدينة او قرية سدوم ثم لما جاء العذاب تم ازالة المدينة هذه ومكانها الفجوة مكانها صار ماذا؟ في ماء اللي هو هذا الماء المالح المعروف في البحر الميت وبالتالي نجد ان هذا المكان لا تعيش فيه اي سمكه او شيء من الكائنات البحريه بسبب الماء المالح جدا ثم عندما يسمى البحر الميت يعني بحيره لوط هذا قرينه البحر الميت قالوا انه لانه تم اهلاك قوم لوط في هذا الموقع فسمي البحر الميت احتمال المقدسي في كتابه احسن التقاويم تقاسيم في معرفه الاقاليم ذكر هذه البحيره باسم البحيره المقلوبه، هذا ثالث اسم. مقلوبه لماذا؟ باعتبار ان جاءها العذاب فالله جعل عاليها سافلها فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وبالتالي اذا هذه 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 البحيره المقلوبه هي الموقع الذي يحتضن ديار قوم لوط عليه السلام. المفسر والمؤرخ ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى وانها يعني هذه الديار لبسبيل مقيم قال اي وان قريه سدوم التي اصابها ما اصابها من القلب الصوري يعني فعلا هي انقلبت راسا على عقب بالشكل اللي يشوفه بالعين والمعنوي والقذف بالحجاره حتى صارت بحيره منتنه خبيثه بطريق مهيع يعني طريق واسعه عريضه مسالكه مستمره الى اليوم الناس تروح وتشوف هذه البحيره هذه بماءها المنتن وبالتالي هذه البحيره تمثل موقع قريه سدوم ابن كثير ما سمى البحيره طبعا لكن البعض استفاد ذلك من مقولته معتبرا ان البحر الميت هو مكان خسف ديار قوم النبي لوط عليه السلام من مجموع هذه القرائن وامور اخرى سنذكرها تدريجيا الى اي مدى يمكن تصحيح هذه الفرضيه لاحظوا فرضيه ان يتكلم ان البحيره جزء منها ديار قوم لوط يعني ديار قوم لوط مدفونه داخل البحيره، هذا هو الفرض. وليس بجانب البحيره. جاء في قاموس الكتاب المقدس ان سدوم وهي بحسب الفرض مدينه لوط تقع اليوم تحت الماء تحت الماء في جنوب البحر الميت. وتجري المحاولات لكشف مكانها بواسطه الغواصين الذين يغوصون تحت الماء بمعداتهم الحديثه. طبعا الكتاب تاليف قديم نسبيا وبالتالي يقول هناك محاولات لكن سنتكلم عن المحاولات فعلا جرت تاريخيا اطلق على البحر الميت عده اسماء من بينها بحر الملح بحر العربه البحر الشرقي عمق السديم وعرف على عهد النبي عيسى المسيح عليه السلام بعنوان بحر الموت وبحر سدوم كما دعي البحيره المنتنه لان مياهه وشواطئه لها رائحة منتنة كما دُعي بحيرة زغر نسبة إلى بلدة زغر التي كانت تقع على شاطئه الجنوبي الشرقي. وأطلق عليه اسم بحر الزفت نسبة إلى قطع الزفت قطع نفطية هكذا تطفو على سطحه في بعض الأحيان خاصة إذا ضربت الزلزلة تلك المنطقة الأرض ينبع منها شيء من النفط فتتجمع هذه بشكل يعني قطع من النفط المتجمع وبالتالي يسمونه بحر الزفت وقد كان بعض الناس سكان المنطقه يتاجرون في هذه القطع الزفتيه عندما يستخرجونها فيبيعونها. اما الاغريق فكانوا اول من اطلق على البحر الميت اسم البحر الميت، لماذا؟ لعدم وجود حياه فيه، ما في سمكه، ما في اخطبوط، ما في نجم البحر، ما في كائنات حيه. واضحه. جيولوجيا الان حتى نشوف بان هل ممكن ان هذا البحر الميت هو بالفعل ديار قوم لوط؟ جيولوجيا يعد البحر الميت اخفض مكان على وجه الارض يقع على عمق 417 متر تحت مستوى سطح البحر وهو ادنى نقطه على اليابسه في العالم. وماءه اكثر انواع المياه ملوحه. بسبب الملوحه العاليه لا تعيش فيه الاسماك ولا توجد فيه حياه مائيه. نعم هناك كميات صغيره من البكتيريا والفطريات وهذه عاده لا ترى طبعا بالعين المجرده ولذا يقال بانه لا يعيش فيها كائن حي. تذهب احدى النظريات الجيولوجيه. إلى أن بداية التشكل الجيولوجي للبحر الميت يعود إلى ما يقارب ثلاث ملايين وسبعمائة ألف سنة وبعضها يقول أكثر من هذا الرقم وعلى كل حال الأرقام مليونية يعني تشكل البحر الميت لا يمكن بحال أن ندعي أنه صار بعد الخسف أو نتيجة الخسف أو نتيجة العذاب بحيث أن مكان القرية ملئ ماء منتنا فبالتالي أصبح هناك البحر الميت أبدا إحنا نتكلم قصة النبي لوط شيء أقل من أربعة آلاف سنة وتشكل البحر الميت ملايين السنين وبالتالي لا علاقة لوجود البحر الميت وطبيعته المنتنة أو المالحة وعدم وجود أحياء فيه لا علاقة له بالعذاب النازل على قوم لوط. نعم من الممكن ان نقول ان هذه القريه كفرض كفرض فقط ان هذه القريه كانت مطله على البحر الميت ونتيجه التشكل الجيولوجي وسعه البحر الميت في ذلك الزمان عندما جرى لهم ما جرى تم جرف هذه المدينه وصارت تحت الماء ولكن نفس البحر الميت متشكل منذ ملايين السنين، فاذا كفرض من الممكن ان نفرض بان القريه هذه اصبحت تحت الماء لكن لا بمعنى ان اصل البحر الميت نتيجه تعذيب قوم لوط. من هنا بعض الباحثين والاثاريين فكروا في ان يغوصوا في اعماق البحر الميت ليبحثوا عن اثار قد تعود الى قريه سدوم وقرى اخرى طبعا. كانت قريبه منها وشملها العذاب. في احدى المصادر انا وجدت ان غواصه بريطانيه قامت في سنه 1957 بمحاوله لاستكشاف اعماق البحر الميت وتوصلت الى وجود بعض التشكلات الغريبه التي لا تتشكل عاده بشكل طبيعي بل اليد البشريه لها مدخليه يعني كانها بنيان كانها تماثيل كانها شيء من هذا القبيل وبالتالي الغواصه هذه كشفت هذا الامر ولكن لم يمكن اخراج اي شيء من باطن البحر الميت ليثبت هذا هذا المدعى. في سنه 1999 احد الباحثين الامريكيين قام بمحاوله محاوله استطلاعيه في اعماق البحر الميت. واستعان بغواصه اسمها دلتا. واتفق مع سلطات الكيان الاسرائيلي والاردن لان يغوص في الداخل ويقوم بعمل فيلم وثائقي لصالح تلفزيون ان بي سي وهذا الفيلم البرنامج الوثائقي كان المفترض ان يكون تحت عنوان الغاز الكتاب المقدس سدوم وعموره هذه غواصه دلتا وهذا البحر الميت وهذه جريدة The Sunday Times شوفوا التاريخ هنا 21 نوفمبر 1999 كاتبة عن هذا الموضوع لماذا جاء هؤلاء ليقوموا بهذه المحاولة الاستكشافية يقولون وجدنا صور رادار تابعة لوكالة ناسا الفضائية تظهر تشكلات غير طبيعية بين قوسين شاذة على أرضية البحر الميت قالوا لربما يكون هذا مرتبط بسدوم وبالتالي باحث متخصص في شؤون التوراة اسمه مايكل ساندرز قرر بأن يقوم بهذا البحث وعمل هذا الوثائقي وبالتالي تمكنت هذه الغواصة من استكشاف قاع البحر الميت على عمق ألف قدم 300 متر تقريبا وقد وجدت البعثة مساحة كبيرة من الهياكل أو التشكلات المغلفة بالملح شوفوا يا بعض هذا الفيلم هذا فيلم طبعا وثائقي هذه تشكلات غريبة موجودة لاحظوا أعمدة وغيرة يبين أنه بنيان يعني أو, أو يعني جهد بشري كان قائم هنا وأصبح تحت الماء هذا كله من البحر الميت شوفوا الغواصين هنا يحاولون ازاله بعض يعني الاتربه وكذا حتى يشوفون شنو طبيعه هذه الاجسام اللي موجوده وهذه التشكلات الملحيه الغريبه. طبعا المساله جدا صعبه ما هي سهله وكثافه الماء الظروف اللي موجوده تصعب العمليه جدا وبالتالي يعني المشروع هذا ما كان ناجح بشكل كبير اولا الظروف السياسيه التوتر اللي موجود في المنطقه بعض يعني القرارات السياسيه ايضا منعت من اكمال هذا المشروع واستكشاف القاع البحر الميت بشكل كامل. اخذت بعض العينات وكذا. هذه لربما غازات تخرج من تحت الارض. اخذت عينات وغيرها لكن بالنتيجه ما استطاعوا ان يصلوا الى شيء حاسم في هذه المساله. طيب. عندما نعود الى القران الكريم نجد ان الايات تتحدث عن صوره مختلفه. ماذا تقول ايات القران؟ تقول ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون، اكو جزء من هذه القريه موجوده حاضره بحيث انها تكون علامه على نزول العذاب عليهم. وانها لبس لبسبيل مقيم ان في ذلك لايه لا للمؤمنين، هذه هو على الطريق. فلما كان يروحون كان يشوفون القريه معذبه القريه المهلكه كانوا يشوفون بعض اثارها وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون كان في طرق طريق, طريق الحركه ليلا ونهارا فالناس كانوا يرون هذا المكان ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها اي الم يكونوا يعتبرون بما حل بها نتيجه ما سلكوه بل كانوا لا يرجون نشورا عندما نجمع هذه الايات القرانيه سيكون بالتالي من المستبعد جدا ان نقول ان القريه او كل القريه مدفونه داخل الماء وان ديار قوم لوط هي موجوده داخل البحر الميت بشكل كامل على الاقل جزء منها لابد ان يكون ظاهرا موجودا للعيان والناس ترى هذه الديار ولا تعتبر او تعتبر، اللي يعتبر يعتبر اللي ما يعتبر قد يعني امتنع عن الاعتبار بايه واضحه من ايات الله عز وجل. لان القران يسميها ايه، ايه دلاله واضحه بينه. وبالتالي في عهد النبي صلى الله عليه واله عند نزول هذه الايات القرانيه ديار قوم لوط كانت موجوده عيانا يرونها ويمرون عليها وقد مضى عليها تقريبا 2500 سنه اقل ربما بقليل لكن بالنتيجه هذا الزمن مر عليها وهي باقيه للناس يمرون عليها افلم يكونوا يرونها يعني هي واضحه لدرجه انها ما تخفى على احد. واذا قلنا بانها موجوده في باطن البحر وان البحر الميت هو دليل عليها، هذا الكلام لا يمثل ايه بينه، ايه بينه يعني لابد ان تكون واضحه، نفس كلمه ايه يعني علامه واضحه، ثم تاتي كلمه بينه لتؤكد الوضوح، فبالتالي لا يمكن ان نقول بان هذه القريه كلها موجوده تحت الماء، ممكن نقول جزء منها ولكن كلها ما نقدر نقول انها موجوده اثار لابد ان تكون موجوده على الارض. واذا كان القران الكريم لم يذكر اسم ديار قوم النبي لوط عليه السلام ولا حدد المكان الجغرافي ولا ذكر اسم اولئك القوم او اسم القريه لكن سفر التكوين من التوراه يحدد لنا الاسم يحدد لنا الموقع التقريبي لها وقد مر بنا ذلك مسبقا ان اسمها سدوم وعندما تحدثنا عن هجره النبيين لوط وابراهيم قلنا ان لوط اختار البقاء في سدوم نقل خيامه الى سدوم هنا بالتالي تستوقفنا نقطه مهمه تحتاج الى توضيح وهي ترتبط بكل هذا البحث نحن مر بنا ان التوراه تذكر ان قوم لوط قالوا له انت انسان غريب فقالوا ابعد الى هناك ثم قالوا جاء هذا الانسان ليتغرب هذا الانسان غريب ليس منا وفينا اما القران الكريم يكرر انهم قومه وانه اخوهم وبالتالي عندما القران يستخدم مثل هذا المصطلح وانا ذكرت هذا الامر في الجزء الاول من كتابي في عمق التاريخ قلت بان القران دقيق في هذا التعبير عندما يقول قومه اذا هو ينتمي اليهم هو من نسلهم وكذلك عندما يقول اخوهم وعندما لا يستعمل هذا المصطلح اذا هو وافد عليهم ولذا نجد مثلا في قصه اصحاب الايكه وقصه اهل مدين وارتباطهم بالنبي شعيب نلاحظ بأن هناك فرق في التعبير، لاحظوا معي وإلى عاد أخاهم هودا إذا هود هو منهم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون هو أخوهم هو منهم وفيهم وإلى ثمود أخاهم صالحا إذا هو من قوم ثمود كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذا هو من قوم ثمود كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون اذا هم قومه هم عشيرته هو منهم وفيهم كما ان صالح هو من ثمود كما ان هود هو من عاد ولوطا اذ قال لقومه فما كان جواب قومه الا ان قالوا اذا هم قومه لكن تعالوا الى شعيب عندنا مورد يقول عن مدين ان هو اخوهم والى مدين اخاهم شعيبا لكن في الايه الاخرى كذب اصحاب الايكه هذه قريه اخرى كذب ماذا كذب المرسلين كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون هذه في سوره الشعراء وايه لوط السابقه في سوره الشعراء وكذلك ايات ترتبط بهود وترتبط بشع بصالح في سوره الشعراء اخوهم 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 هنا لا تقول عن شعيب ان اخو اصحاب الايكه، اذا بالنسبه لمدين هو اخوهم بالنسبه لاصحاب الايكه هو ليس اخوهم. فاذا القران دقيق جدا في هذا التعبير. اذا كيف يمكن ان نفهم علاقه لوط بهؤلاء القوم؟ لماذا؟ لان حسب مسارات الهجره التي تكلمنا عنها لوط مع ابراهيم خرج من بلاد الرافدين ثم استقر في نهايه الهجرات في ارض كنعان ولوط ذهب الى سدوم فاذا هما مهاجران والمفروض هنا ان النص التوراتي الذي يقول بان انت غريب هذا ادق من تعبير القراني بانه اخوهم وانهم قومه شوف مع بعض هذه الخريطه هذا البحر الاحمر وهذه اور السومريين وهذه اور الكلدانيين او كوثة ربه الان ما ندري احنا كانوا في هالمدينه أو هالمدينة لكن في بلاد الرافدين. ثم حسب مسيره الهجرات ذهبوا الى حران ثم الى لوط استقر في سدوم. فاذا المنطقه بعيده جدا. فكيف يكون هو اخوهم وكيف هم قومه هذه القضيه يجب ان نحلها. طبعا القران الكريم ما تكلم عن مسار الهجرات فقط ذكر بان استقروا في الارض المباركه. طيب وفي القران عاده ما عندنا تفصيل لمثل هذه الامور. قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين اذا لوط كان مع ابراهيم عليه السلام في هذه الهجره عندما ارادوا ان يحرقوا ابراهيم الله نجا خرج هاجر لوط معه فاذا كيف يكونون هم قومة لا بد ان نحل هذا الامر هذا السيناريو لا بد ان نجد له مخرج بحيث نقول ان القران الكريم هنا عندما عبر بهذا وهو دقيق في التعبير هذا عندما عبر يريد ان يوصل رساله معينه او ان احنا لازم نفهم المساله بطريقه مختلفه، لربما جغرافيا احنا غلطانين، لربما تاريخيا عندنا مشكله في فهم التاريخ، لربما في قراءه النص عندنا مشكله. طيب. فاذا عندنا هجره من بلاد الرافدين واستقرار في سدوم او في الارض المباركه وبالتالي المنطقه بعيده جدا كيف يكونون قومه وكيف هو اخوهم ان شاء الله سنضع مجموعه من الاحتمالات ونناقش هذه الاحتمالات في المحاضره التاليه باذن الله تعالى لنصل الى حل هذه المعضله القرانيه والتاريخيه والجغرافيه والحمد لله اللهم صل على محمد وعلى الطاهر